بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. الحقيقه في حلقه امبارح كان ضيفنا على الهواء في البرنامج الاستاذ الدكتور سعد الدين ابراهيم، الاستاذ بالجامعه الامريكيه ورئيس مركز ابن خلدون، واتكلم في الحلقه امبارح وقال وفي تصريحاته للبرنامج ان توجد في مصر في منطقه او في محافظه البحر الاحمر منطقه عسكريه امريكيه او قاعده امريكيه. هذا الكلام كان على مسؤولية الدكتور سعد. النهاردة الحقيقة جاءنا بيان أرسل للإعلام والصحافة من المتحدث العسكري بيقول فيه الآتي ردا، يعني طبعا أنا أتصور أن هذا ردا على ما جاء في حديث الدكتور سعد، وإن كان البيان لم يشير الدكتور سعد، لكن إحنا كبرنامج بنلتزم الحياد والمهنية في كل ما نطرحه، يجب أن نقرأ بيان المتحدث العسكري. يقول المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إنه في إطار ما تردد على بعض من وسائل الإعلام عن تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية، تؤكد القوات المسلحة أن الثوابت الراسخة لسياسات الدفاع للحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية لا تقبل وجود قواعد أجنبية على أراضي مصر، ولم يكن ذلك موجودا من قبل، ولن يكون هناك أبدا أي تواجد لأي قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية. وأضاف علي تناشد القوات المسلحة النخبة والنشطاء السياسيين لدورهم الهام في تكوين الرأي العام التأكد من المعلومات التي يصرحون بها لوسائل الإعلام المختلفة لما قد يحمله تداول أي معلومات مغلوطة من تشكيك وتشويه للقوات المسلحة، وتابع هذا أمر لن نقبل به، وندعو من لديه أي أدلة أو معلومات مؤكدة عن وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية أن يقدمها فورا إلى وزارة الدفاع أو المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، ونرحب بالتوجه معه إلى أي مكان في مصر وفي وجود كافة وسائل الإعلام لإثبات ما لديه من معلومات. وأهاب المتحدث العسكري بوسائل الإعلام تحري الدقة في تناول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وتجنب الأكاذيب والمعلومات المغلوطة لما لها من أثر سلبي على القوات المسلحة والأمن القومي المصري. هذا بيان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد علي ردا على ما أثاره الدكتور سعد الدين إبراهيم حول وجود قاعدة عسكرية أمريكية في مصر. وهذا هو الرد بالكامل، نقول كما نشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وكما جاء على صفحة المتحدث العسكري. نرجع بقى لموضوع حلقتنا النهاردة. ضيفنا النهاردة شخصية فنية وسياسية معروفة جدا بجرائتها وتمردها منذ الصغر، دائما ما يختار الموضوعات الشائكة والجريئة لتكون محور أعماله، وفي السياسة كان من أوائل الذين تنبأوا بثورة 25 يناير في أعماله، وكان من رموز ميدان التحرير، ثم شارك في 30 من يونيو، ثم أصبح عضوا في لجنة 50 التي أعدت دستور مصر الأخير، يتحول بعد ذلك إلى دعم المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة ضد صديق عمره حمدين صباحي. ضيف حلقتنا النهاردة المخرج الكبير الأستاذ خالد يوسف، أهلا وسهلا. أهلا بك يا عمر، شرفتنا. ربنا يخليك. خلينا نشوف التقارير اللي عدوا فريق الإعداد عنك الأول وبعدين نبدأ حوالنا. يا رب يكون حلو. لا خير. خالد يوسف مخرج مبدع تتلمذ على يد العملاق الراحل يوسف شاهين، واشترك معه في كثير من أعماله كمساعد مخرج، وشاركه في إخراج فيلم هي فوضى. ولد يوسف في مدينة كفر شكر، وتخرج في كلية الهندسة جامعة بنها، وأثناء الدراسة لفت الأنظار بموهبته الفنية وقدم مجموعة من الأفلام التي حققت نجاحا واسعا، أبرزها خيانة مشروعة، ويجا، كلمني شكرا، وآخرها كف الأمر. استطاع بأفلامه التمهيد لثورة 25 من يناير من خلال تجسيد الواقع بكل مراره، وتحمل خالد يوسف النقد اللاذع، وخصوصا بعد فيلميه حين ميسرة ودكان شحاتة. كان خالد يوسف من أشد الفنانين المؤيدين لثورة 25 من يناير، وشارك منذ يومها الأول بالتظاهر والاعتصام والدفاع عن المتظاهرين والثورة، وأعلن دعمه في الانتخابات الرئاسية عام 2012 لحمدين صباحي، وكان مشرفا على حملته الانتخابية، وكان من أوائل الداعمين لحركة تمرد، ثم شارك في ثورة 30 من يونيو وقام بتصويرها، ولقبه البعض بمخرج الثورة، لكنه واجه انتقادات حادة خلال الفترة الماضية، فهناك من يقول إن مخرج فيلم هي فوضى يخرج الآن ليدافع عن الشرطة، حيث قال يوسف
إنه لا يمكن إدانة الشرطة حاليا بشكل واضح لأن المعركة كبيرة جدا. وآخرون يرون أنه تخلى عن صديقه القديم حمدين صباحي وقرر دعم المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي وشغل منصبا استشاريا بحملة المشير. ورغم نفيه لتنصيبه في موقع تنفيذي خلال الفترة المقبلة إلا أن خالد يوسف دعا الثوار لمراقبة أداء السيسي مؤكدا أنه سيحقق أهداف الثورة التي يحاولون الحفاظ عليها. أهلا بحضراتكم مرة تانية في بوضوح، ومعنا المخرج والصديق العزيز خالد يوسف. خليني أبدأ معك من الانتخابات الرئاسية، وعايز أسألك يعني دور خالد يوسف في حملة المشير عبد الفتاح السيسي، ما الدور الذي لعبه خالد يوسف في الحملة في فترة الانتخابات الرئاسية؟ لا ما كناش في الحملة بالمعنى الدقيق بقى، لو عايزين نتكلم حقائق وعلم يعني. الحملة لها نهج أنا جربته بشكل فعلي في حملة حمدين صباح. ما كان يعني نفعله في دعم المشير السيسي لم يكن ان احنا كنا جزء من هيكل تنظيمي موجود في الحملة. احنا كنا مجموعة استشارية رأى الرجل انه ممكن يستفيد منهم بالمشورة في بعض الاشياء وفي بعض المواقف وفي صياغة البرنامج بتاعه اللي كان بينتوي تقديمه للشعب. ودورنا يقتصر على الحتة دي، على المشورات والاستشارات وصياغة البرنامج طبقا لرؤيته، طبعا مش طبقا لرؤانا يعني، طبقا لما فهمناه عن رؤيته وهو شايف هيعمل ايه لمصر وهينجز ايه. طبقا لهذه الرؤية صغنا برنامج ده كل ما فعلناه. بس المشورات دي مش في جزء منها لطريقة إدارة الحملة ولا ازاي؟ أكيد يعني. كان عندنا انتقادات لطريقة إدارة الحملة وكنا بنقولها وكل حاجة يعني. لكن هو الموقف بجد كان يعني، وده أنا قلته وبلح عليه تاني، عشان بجد الحملة دي ظلمت يعني برغم إن أدائها أنا بقول لك كان سيء. بس هي ظلمت. أولا كان سيء في إيه وظلمت في إيه؟ يعني أداها سيء، ما كانش فيه يعني. إيه الأخطاء اللي وقعت فيها حملة المشير عبد الفتاح السيسي كتراها أنت كخالد يوسف اللي يعني عضو الهيئة الاستشارية؟ ما كانتش على يعني على قد قيمة وقامة الرجل يعني بالمعنى الحقيقي، مع إن فيها ناس كويسة جدا فيها ناس مش كويسة خالص. لكن في النهاية أنا بقول هي معذورة لسبب واحد وحيد، إن بجد ده ظرف استثنائي جدا إن أنت تبقى مع مرشح بيؤيده من أقصى اليمين لأقصى اليسار، بيؤيدوا قطاعات كبيرة تقريبا جماعات كمان متناقضة الأهداف والرؤى والأفكار من أقصى اليمين لأقصى اليسار. أنت بتتكلم من حزب الوفد والمصريين الأحرار والتيار اليمين الديني اللي هو حزب النور لأقصى اليسار والناصريين معاه، أخذ بال حضرتك، لناس من رموز النظام السابق معاه، لناس من الثوار معاه، يعني فخليط غير متجانس بالمرة يصعب وضعه في كيان تنظيمي واحد وان انت تقدر تديره. وبالتالي المسألة دي كلها عملت حالة ارتباك شديدة جدا. وانا بتصور ان اي حد في الدنيا في مكان الناس اللي انا بلومهم دول يعني انه ما كانش يعرف يعمل احسن من كده يعني. صحيح انا مش راضي، لكن ما بفكر كده بشكل موضوعي. طب مين لو جبنا ناس غيرهم وقعدوا يحاولوا يديروا، طب كان هيعملوا ايه؟ الاقي نفسهم كان هيقعوا في نفس المزنق ده، ان هم هيعملوا منسق عام مثلا محافظه كذا ازاي؟ بقى تحت انهي معايير؟ اذا لو انت اخترت حد من التيارات السياسيه الثوريه التيارات الثانيه هتطلع عليه، ولو طلعت حد من التيارات القديمه التيارات الثوريه هتطلع عليه، ولو خدت من حزب النور ممكن حزب الوفد يزعق يعني. فانت في حاله ارتباك شديده. فرؤي ان المساله تبقى فيها قدر كده من عشوائي إن صح التعبير يعني، وأديرت الحملة بهذا الشكل إلى حد كبير. وبعتقد أنه النتيجة النهائية كانت إيجابية جدا، مش نظرا لأن الحملة أدت دورها أم لم تؤدي دورها، أم قصرت أم لم تقصر. شعبية الرجل الكاسحة هي اللي كانت العامل والفاكتور الأهم في المعركة. الناس ما كانتش مستنية حد ينظمها ويقول لها اطلع اعملي إيه، ولا خد انت عمرو توكيل ولا ما تاخدش توكيل. يعني الحملة أضرته ولا أفادته؟ لا أنا رأيي ما لم تفيده، مش هقول لك لا أضرته ولا أفادته، لكن لم تفيده على الإطلاق.
يعني لو ما كانش في حمله خالص خالص ومفيش حاجه ما يسمى بحمله المشير على الاطلاق اكيد كان استفاد اكتر. لو كان كده ترك اللجان حتى بدون مندوبين، لو كان تركهم بدون مندوبين، لان في اولا في ثقه في القضاء، ده واحد. اثنين في الشعب كله هو مدرك قد ايه شعبيته كاسحه، وبالتالي يعني مفيش احتمالات لا تزوير ولا غيره. والشعب هينظم نفسه، وده بالفعل على فكره ده اللي حصل يعني. لكن طبعا ظهور بعض الشخصيات تفتكر هل عشان كده حصل جدل حوالين البرنامج؟ طبعا بلا شك ان يعني هو برضو يعني هو عنده برنامج. الناس اللي كانت بتقول انه ما عندوش برنامج، لو عنده برنامج وعنده برنامج طموح جدا، ويعني انا مستبشر بيه خيرا يعني. لو انت بتتكلم على اللي احنا بننشده من ثورتي 25 و30، لا ده الراجل ده جاي عشان يحقق اهدافهم، جاي يحقق عداله اجتماعيه بجد، جاي كل يخلي لكل فرد نصيب عادل من ثروه بلاده بجد، جاي يحارب الفقر، جاي يعني كل ما خرج من اجل المصريين جاي حققه بجد وبخطه مدروسه. يعني مفيش حاجه. في تقديرك انت لماذا لم يعرض على المصريين هذا البرنامج؟ لكن هي المساله هو ارتقى ان البرنامج بتفاصيله ممكن يكون مجال نقاش يضيع جهدنا في هذا الوقت. من ان احنا نقعد انت قلت الطرح ده، طب لا الطرح الثاني احسن. البعض فسر ده انه كان يخشى من التعهدات المرتبطه او الوقتيه يعني. والله هو تعهد باكثر من اي برنامج يعني. هو في لقاءاته وان كان لم يقل الكثير الا ان هو تعهد يعني، في لقاءات كثيره كان دايما واضح انا جاي بخير لمصر يعني، انا جاي في هذه المهمه باستدعاء هذا الشعب عشان يمكن ربنا جعلني وسيله لتحقيق هذا الرخاء اللي الشعب منتظره، او لرفع هذه المظالم اللي الشعب ان منها وطلع في ثورتين من اجلها. فهو قطع على نفسه باكثر من اي برنامج يعني. بس هل تعتقد ان المصريين ما زالوا يثقوا بالوعود؟ المصريين حساسين جدا. وده مش يعني ما هيش شفونيه مني عشان انا مصري يعني، بس هي من اكثر الشعوب اللي بتعرف يعني ايه الصدق. يعني بتكشف الصادق الصادق من الكذاب. لدرجه اقول لك حاجه كده بين قوسين، ليه بيسموا الصوت في مصر الشعب الوحيد اللي بيسمي الصوت حس؟ يعني لما يجي يقول لك ده حسه حلو. حسه يعني احساسه طالع من القلب، واخد بالك؟ يعني هم من اوائل الناس اللي اكتشفوا ان مثلا حتى الصوت في الغنى هو عباره عن احساس. صادق ولا كذاب؟ فانا بقول لك دول بيكشفوا في ثانيه، يكشفوا الكذاب في ثانيه، يكشفوا الممثل حتى اذا كان صادق ولا مش صادق في ثانيه، يكشفوا السياسي اذا كان بيمثل عليهم ولا يعني ولا جاي يمثل بيهم ولا جاي يمثل لهم ولا يعني، ما هي كلها تمثيل خد بالك. فانا بتصور. هل تعتقد ان هم المصريين متفائلين اكتر من اللازم؟ لا لا، هم عندهم حق في تفاؤلهم، احلامهم اكتر من اللازم. برضو لا، اقول لك ليه. لا لاسباب عديده. اولا انه احلامهم مشروعه، احلامهم دفعوا ضرائبها كامله، صبروا 30 40 سنه على ظلم وقهر وفقر وجهل ومرض، وصبروا كما لم يصبر احد يعني. دفعوا ضرائب باهظه في ال 30 40 سنه، ثم دفعوا ضرائب دم في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. والله ما قصروا على راي الاخوه الخلايك، ما قصروش في حاجه. وبالتالي من حقهم يحلموا، ويحلموا ان هم يخربشوا السماء بضوافرهم، يعني يحلموا زي ما هم عايزين. انه اولا هم يستحقوا ان هم يحلموا الحلم ده، لان هم يستحقوا المكانه دي، ما يستحقوش المكانه اللي انا عارف انت قد ايه قريب من المشير عبد الفتاح السيسي. هل هو يستطيع ان يحقق احلام المصريين؟ ما انا لسه اهو. تاني حاجه ما انا بقول لك هم يستحقوا ان هم يحلموا، ومشروع ان هم يحلموا. ثم الرجل الذي يعني الذي حظى بكل هذه الثقه هو يستحقها، يستحقها عن حق، وستثبت الايام. واذا لم تثبت الايام، واذا كنت انا طلعت مثلا راجل واهم، فهمت الرجل خطا مثلا، هتلاقيني انا بقول يعني ما عنديش مشكله ان انا اقول انا كنت غلطان، بس انا عندي ثقه ويقين، والا ما كنتش جنبه وبؤيده انه عنده طاقه. بس ما يمنعش يا استاذ خالد، يمكن انت جنبه، لكن بحكم القرب دوت هل انتقدته خلال الفتره الماضيه وفي ايه؟ لا كلمته مثلا، مش فكره انتقاد، يمكن فكره ان انا كنت بكلمه في ملف الشباب، وهذا الملف مزعج جدا، وهذا الملف بجد يعني هو متضايق منه جدا. يعني عارف ان في قطاع غير راضي، قطاع من الشباب
برضو اللي يقول الشباب كله مش راضي والشباب كله نافر والشباب كله ناقم يبقى برضو كلام مش موجود. هل تشعر ان يعني بعض الشباب غاب عن الانتخابات؟ في بعض طبعا، في قطاع منهم اللي هو القطاع اللي احنا بنتكلم عنه ده، تأثرا بأحداث حصلت وبتصرفات ساعات كانت تصل الى الحماقه من الحكومه في الفتره زي الثمان سنين، زي قانون التظاهر، وزي في ناس مقبوض عليهم. تفتكر المشير هيلغي قانون التظاهر لما ما عنديش يقين ولا عندي تاكيد منه، لكن عندي يقين بانه هو شايف عداله القضيه، شايف ان في ناس ورا السجون محبوسين ظلم. هل انت تطالبه بالغاء قانون التظاهر؟ بلا ادنى شك، وطالبته وساطالبه. يعني ما كنت أقوله له في غرفة مغلقة بقوله، على لأن ما بنقولش أسرار. أنا رأيي معلن في قانون التظاهر أنه جاء في توقيت خاطئ تماما، ما كناش بحاجة إليه في مثل هذا التوقيت، وبسببه راح آلاف من الشباب السجون لمجرد أن هم عنده يا راجل حتى، أو خرجوا عن حدود اللياقة يا راجل، في ظل ثورة زي اللي كنا فيها، في ظل فوران ثوري، وفي ظل جيل لقى نفسه في الشارع لمدة ثلاث سنين. صعب جدا أن أنت تروح في ثانية كده قاطع عليه ميه نور وتقول له هتيجي تاخد تصريح، ولو ما جيتش خدت تصريح هعمل فيك وهديك ثلاث سنين وهديك 100,000 جنيه غرامه و50,000. انا في بنات واخدين غرامات مش عارفين يسددوها، ما بيعرفوش يباتوا ببيوتها في بيوتهم يعني. وده السيد المشير لما عرضت عليه هذا الملف قال لك ايه؟ كان حزين جدا وعايز يلاقي مخرج، وقعد يفكر قليلا كده، وبعدين دخل عمل حاجه وخرج قال الموضوع ده لازم نلاقي له حل. فقعدنا اتكلمنا كتير يعني. هذا الملف انا بتصور ان هو من حله بسيط، ان هو يعني مجرد ان يتولى الرئاسه يلغي القانون. نعم، مجرد يتولى الرئاسه. خد بالك من حاجه، ان الحكايه يعني معقده. ما كان صعب بالامس اليوم سهل. تمام، ليه انا بقول لك الحكايه مش بالسهوله واليسر ده؟ انا بطالب، انا في الوسع في الشارع اقول لك انا بطالب بالغاء قانون التظاهر، صح؟ المسؤول اللي هو قاعد، يمكن انا لو مكانه هفكر بنفس التفكير، هقول والله بس في ناس كتير من الارهابيين او من الناس اللي مارسوا العنف لم نستطع كدوله ان احنا نمسك قرائن ادله قاطعه على ممارستهم العنف، ولو اننا كنا متاكدين ان هم مارسوا العنف، ولم نستطع ان احنا نغيبهم وراء السجون غير بقانون التظاهر. فانت لو لغيت قانون التظاهر في قطاع من هؤلاء الذين ينتهجون العنف منهجا يخرجوا بره على طول ويعملوا لك قلاقل تاني يعني. فهي الحكايه فيها عايزه موازنه دقيقه ملتزمه بثوابت الحريه وملتزمه بثوابت برضو امن الوطن. فانا بتصور ان هو هيلاقي له حل يعني. انا مانيش في مجال دلوقتي ان انا ابدع له حلول، هو الان لديه كل الداتا. هو دلوقتي اكيد بيجهز الخطاب اللي هيقوله بعد انتهاء مراسم توليه الرئاسه. تفتكر الخطاب بتاع المشير هيكون في ايه؟ اهم العناصر ايه؟ يعني انا طبعا ما عنديش فكره، ما اعرفش حاجه عن الخطاب، ولكن في تقديري يعني في تقديري ان هو هيتكلم على قيمه العمل، لان احنا وده احد قناعاته الاهمه في الحياه، ان احنا سبب المصايب بتاعتنا كلها في 30 40 سنه ان احنا افتقدنا قيمه العمل، واستبدلنا قيمة العمل بالتشبث بتلابيب السلطة. يعني عمرو موهوب بس مش عارف يوصل من غير ما يمسك في السلطة في جلابية أو في ديل جلابية السلطة هيوصل، لكن لو هو مش موهوب، لو هو مش موهوب خالص وما عندوش أي قدرة على إن هو يوصل، عمره ما هيوصل. الرولز اللي كانت موجودة في 30 40 سنة إن أنت موهوب مش موهوب مش هتوصل غير ب بان انت تمسك في تلابيب السلطه. عايزين نرجع تاني قيمه العمل، ان المهندس يقعد يحلم انه يبقى عثمان احمد عثمان بعرقه. الضابط يحلم انه يبقى وزير داخليه بعرقه وبجهده. تفتكر هيكون في الخطاب تعهدات وقتيه؟ ما اعتقدش، لا هو مش دي طريقته. هو طريقته لانه هو صادق، فهو يعني اللي ناويه هيعمله على طول، مش هيقعد يقول لك انا. تفتكر ايه اول قراراته ايه؟ يعني انا بعتقد ان يعني ملف الشباب وملف العداله الاجتماعيه وملف الامن دول ثلاث ملفات هيتاخد فيهم اجراءات، كل واحد هيتاخد فيه اجراءات فوريه. فانت بتتكلم على العداله الاجتماعيه، يعني بتتكلم على خطه تنميه شامله، يعني لازم هتبقى فيه قرارات، وانا متاكد انه عنده حزمه من القرارات الاقتصاديه اللي هي تفتح طاقات الامل على طول للاستثمار، ده واحد، للمشروعات سواء الصغيره او المتوسطه او الكبيره، مشروع استصلاح اراضي،
فكرة الصناعات الصغيرة دي فكرة شديدة الأهمية في برنامجه، يعني الصناعات الصغيرة في كل وحدة محلية صغيرة. بتتكلم على العدالة الاجتماعية، بتتكلم على مساكن الفقراء لشباب الفقراء، يعني بتتكلم على المليون وحدة اللي جيل. تفتكر ممكن نفرج عن المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون؟ أنا بعتقد إن في احتمال، أنا بعتقد إن في احتمال، وأنا بقى أناشده، ما هو على الهوى، هو مش مناشدة حتى بيني وبينه، إنه أولا ما عندناش معتقلين، إحنا عندنا ناس عليهم أحكام زي دوما مثلا. أنا بناشده إن كل الشرفاء اللي زي دوما مش مكانهم ورا السجون أبدا، حتى لو أخطأوا يعني وتعدوا حدود اللياقة في أي شيء. تفتكر يبقي على حكومة محلب أم يغيرها؟ لا أعتقد يبقي عنها، يبقي يعني عليها؟ أنا يعني أنا لو حد بيسألني هقول له أبقي على هذا الرجل، لأنه رجل بجد، رجل ثبت بشهور قليلة أنه رجل دؤوب. لكن لا يكون هناك تعديل وزاري حتى، ولا يكون الحكومة برمتها كما هي مستمرة؟ لا أعتقد أنه ممكن يبقى فيه مثلا تعديل محدود، لكن رئيس الوزراء أعتقد أنه باقي. يعني ده مش معلومات، يعني ما تاخدش مني تصريحات على انها معلومات. النبي الله يخليك. نطلع فاصل ونرجع تاني لمواصل حوارنا مع الاستاذ المخرج الفنان خالد يوسف. اهلا بحضراتكم من جديد في وضوح، ومعانا المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الخطاب المشير، لكن خليني أسألك أولا عن في اعتقادك متى يتم إعلان النتيجة. يعني الحقيقة أنا شخصيا قلتها قبل كده وكنت مستاء جدا، يعني ما لقيتوش غير 5 يونيو عشان تعلنوا فيها اسم رئيس الجمهورية الجديد. تفتكر هيتم الإعلان إمتى عن النتيجة؟ أعتقد يوم الأربعاء. يوم الأربعاء 4 يونيو أعتقد سوف يتم الإعلان عن النتيجة، لأن هم رفضوا الطعون النهاردة بتاعت المستشار القانوني الحاملة حمدين صباحي، وعندهم يعني بكرة وبعده تجميعات والتأكد من الأرقام دقيقة، وإعلانها يوم الأربعاء. يعني ما أعتقدش أنهم محتاجين. وحلف اليمين حيكون يوم كام؟ مفروض يوم 8 الحد بإذن الله، 8 يونيو حلف اليمين. أظن بقى يبقى ده المراسم تسليم وتسلم بقى. أكيد بعدها على طول هيبقى في مراسم تسليم وتسلم طبعا. أستاذ حمدين صباحي، حضرتك بتقول إن هو تم رفض النهارده الطعون بتاعته، وكلنا عارفين هذا كلام كويس قوي، لكن هل تعتقد إن حمدين صباحي أنقذ الانتخابات الرئاسية من انتقادات الغرب باستمراره في الماراثون الانتخابي وعدم الانسحاب منه؟ ورأيك كيف هذا الموقف؟ 100% سليم، وأزيد عليه من البيت شعرا إنه أرسى قيمة على الأرض إنه المصريين عندهم بدائل. يعني كلنا كنا شايفين إن حالة التفويض الشعبي اللي موجود فيها الرجل، فكان ممكن أن ننصاع جميعا لهذا التفويض ونقول للشعب هو القائد والمعلم ودي إرادته ويبقى تفويض، ولكن مش هتعمل معلم ديمقراطي، مش هتبدأ أول خطوات التحول الديمقراطي الحقيقي بانتخابات ما بين مرشحين، يبقى قدام الراجل اللي عنده هواجس تجاه السيسي يلاقي بديل آخر، فليكن حتى هم لو كانوا 4% ولا 2% ولا 1%، بس يبقى لهم متنفس ان هم يقولوه. لكن شايف ازاي ما قاله الاستاذ حمدين صباحي عن وجود تجاوزات في الانتخابات الرئاسية؟ بص، التجاوزات والانتهاكات يعني دي بتحصل في اي انتخابات، لان انت لو بتتكلم قانون اي همسة اسمها تجاوز واسمها انتهاك. يعني لو حد بيشغل اغنيه بره وبيرقص على انغامها وبيهتف باسم مرشح، ده انتهاك، لانها لا تبعد المترات المحدده اللي حددها القانون. لو القاضي ما قفلش المحضر مظبوط اسمها تجاوزات، لو قفل بدري 5 دقائق اسمها تجاوزات. كل دي المهم ان هو قال حاجه اهم من ده، او قال حاجتين مهمين. الحاجه الاهم هي انه معترف بخسارته وبفوز المرشح الاخر، ودي هي ارساء بقى قيمه فكره تداول السلطه بجد وقبولك بالخساره، وان التنافس الديمقراطي ده في الاخر فيه خاسر وكاسب، وفي واحد حظى بثقه اكبر من الاخر، فلا بد ان التاني يعترف له، لان عدم الاعتراف بيعني ان انت بتشكك في شرعيه، فالمساله تبقى كبيره قوي. فبادئ زي بدء كده، اول جمله قالها انا بعترف بخسارتي وان السيد عبد الفتاح السيسي هو الفائز. انت كلمته بعد الانتخابات؟ كلمته. الامر الاخر اللي هو قاله اعلن منك؟ لا خالص،
انا هحكي لك بس يعني طيب. الامر الاخر المهم اللي هو قاله ان التجاوزات والانتهاكات اللي هو مستأمنها هو وحملته هو في اعتقاده الشخصي لم تكن حتى اذا لم تحدث انها كانت تؤثر في النتيجه. يعني التجاوزات ما تاثرش في النتيجه، وبالتالي ده اقرار تماما يخلينا على ارضيه ثابته، ارضيه الوطن، على ارضيه رئيس منتخب معترف به المنافسه، اول واحد اعترف به المنافس. فده هو ده التجربه الديمقراطيه، اما عايز تبنيها بجد لازم تبنيها كده. فطبعا حمدين له كل الشكر ان هو ساهم في ارساء قيم ديمقراطيه، او ساهم في عمليه تحول ديمقراطي بالشكل المظبوط، ثم ساهم في اظهار ما حدث، لانه لو ما كانش حد ترشح كان الغرب المتربص بينا، وانا مش هاممني قوي لكن برضو لازم نعمل حساباته ان احنا مش عايشين لوحدنا، كان هيقول لك ده شفته بقى المتربصين بقى اللي عايزين يخلوه انقلاب، هيقول لك اه فعلا اهو انقلاب، ده ما حدش قدر يترشح ضده. واللي زعلوا حتى من تجاوزات الولاد اللي انا كمان ضايقت منها، من تجاوزات حمله حمدين على المشير السيسي، انا لقيت فيها فايده. لقيت لو ما قالوش، لو هم ما تجاوزوش في حقه، هيقول لك بص اترشح صحيح ضده بس تمثيليه، ما يقدرش ينتقده، ما يقدرش حد يقرب له. وبالتالي الحكايه كلها على بعضها انا رايي عملت شكل محترم للعمليه الديمقراطيه، وادت احساس بانها مظبوطه مش تمثيليه زي ما بيحاول يروج البعض. ايه بقى سؤال؟ زعلان منك حمدين صباحي؟ خالص. يعني كل حلفائك يعني خانوك يا ريت شرط ابتعدوا عنك يا حمدين. لا انا لم اخنه، وعلاقتي بحمدين لم تتاثر، لان انا اول واحد استشرته عندما عزمت على ان انا اعيد المشير السيسي كان حمدين صباحي. وهو وده ناس كتير مستغرباه، وبعضهم مستهجنه، وبعضهم مش مصدقه، براحتهم، انا بقول الحقيقه وخلاص. هو من اكتر الناس اللي كانوا بيقولوا لي انه لابد ان انت تسير في الطريق اللي انت مقتنع بيه وبكل جديه وبكل صدق زي ما بتعمل كل مره. وان ده مش هيضايقني على الاطلاق، بل يمكن الاقي فيه مصلحه. قلت له مصلحه ايه؟ قال لي والله انا بشوف ان لو كان حول المشير يعني رجال زيك، لا هم عندهم اطماع في سلطه، ولا بيعملوا ده عشان عايزين ياخدوا كرسي وزاره، ولا بيعملوا ده عشان عايزين يعملوا بيزنس ويتقربوا من السلطه، يعني لو ناس مخلصين زيك حواليه احسن ما نلاقي اللي حواليه هم افقين وداخلين لمقارب مش لوجه الله والوطن. وده هيرسي حاجة، هو ده كلامه على فكرة مش كلامي، ان ده هيرسي ان الصراع ده مش ما بين الدولة والثورة، ونخش تاني في احتمالات موجة اخرى من الثورة، ولكن ده صراع ما بين معسكرين للثورة، معسكر بيشوفها بشكل ومعسكر بيشوفها بشكل. وده المفروض اللي هو يتم بعد ثورتين عظام زي 25 يناير و30 يونيو، ده بقى اللي جاي ده كلامي، انه لازم نبقى عارفين انه لازم كلنا نبقى ابناء الثورتين دول ونتخانق جواها. بس عايز اقف عند كلمه الخيانه شويه يا خالد، معلش. يعني بمناسبه كلمه الخيانه اللي انت قلتها، حزب النور قال ان اللي حوالين السيسي خانوه. بمعنى ايه؟ اللي هم مين؟ هم قالوا كده، التصريح بتاعهم كان كده، بعض والله ما يعني كل واحد له حساباته. ايه رايك في هذا التصريح؟ انا غريب ما سمعتوش، بس يعني كل واحد له حساباته. هل ده كان فيه تبرير لان شافوا مثلا ان الناس اللي ادعوا ان هم مع السيسي لم يجيشوا الجيوش يعني لاستخدام، الناس ما كانتش محتاجه، هم حاجه يعني يمكن ده قصدهم، يعني هجموا حمله المشير اكتر من مره، يعني ده لهم وجهه نظر وتحترم في كل الاحوال يعني، لكن انا ما عنديش تعقيب لاني مش عارف بالظبط التصريح كان ايه في سياق. طب كيف ترى تأييد حزب النور للسيسي؟ اراه شيء عاقل جدا وشيء اضاف، رغم انه هو عدو الاخوان، اضاف بشكل حقيقي يعني مشاركتهم في الدستور بشكل شديد الصدق. لازم اقول لك انه كانوا احد اهم نجاح هذا الدستور وجود حزب النور فيه، لان اللي كانوا بيروجوا الاخوان على ان هذه الثوره اللي هي 25 يناير اللي نعتوها بالانقلاب كانت انقلاب على الاسلام وانقلاب على الدين وحرب ضد الاسلام والمسلمين. ففكره وجود حزب النور في قلب مثلا لجنه بتضع دستور جديد للبلاد كان رد صريح على وفي الانتخابات الرئاسيه انه يؤيدوا دور؟ طبعا دورهم الجماهيري ايه، انا ما اقدرش ابقى اقيمه، لان اللي عايز يقيم لازم يبقى له رجال على ارض مصر كلها عشان يقدر يقيم. يعني انا اعرف اقيم
تجربة انتخابية لما يكون ليا ناسي في كل حتة في مصر، واعرف الناس دي في مراكز تجمعهم ونفوذهم طلعوا ناس ولا ما طلعوش. يعني في ناس بتقول لك ان الحزب النور قياداته هي اللي طلعت وجماهيره ما طلعتش. انا لا استطيع ان اؤكد او انفي اني ما كنتش ليا ناس في كل نجع وعارف هم طلعوا مين وما طلعوش. فدي برضو كلام برضو على عواهنه كده، يعني كلام بيتقال. بس ارجع لك لحزب النور، انا تمرد مثلا طلعوا قالوا ان النور ابطل اصواته. ما انا بقول لحضرتك هذه الاتهامات المتبادله يعني لا يستطيع احد وضع دليل عليها. لا سواء حزب النور لما قال على تمرد وما عملتش حاجه، او تمرد لما قالوا حزب النور ما طلعوش ناس. هل تعتقد ان حزب النور يعني يلعب على ان يكون هو حزب الاغلبيه في البرلمان القادم؟ اكيد بديلا لحزب الحريه والعداله. ده طموح مشروع لاي حزب ان هو يبحث عن الاغلبيه. ده طموح مشروع. لكن انا عايز اقول لك بس نعم، هل يقدر؟ ما اعتقدش. لا يوجد حزب في مصر يستطيع ان يكون حزب اغلبيه، لا يوجد بعد. انا اتصور ان في خلال الخمس سنين بتوع البرلمان اللي جايين هتتشكل قوى سياسيه تعبر عن مصالح اجتماعيه بعينها، وتعمل حركه تعدديه حزبيه وتعدديه سياسيه تسفر عن ان يبقى في عندنا في الانتخابات البرلمانيه القادمه، مش اللي جايه دي، اللي هي كمان خمس سنين، احزاب بجد. الاحزاب اللي هتبقى موجوده دلوقتي يعني، هل تعتقد ان التيار الاسلامي فقد شعبيته في الشارع؟ الى حد ما طبعا، يعني بلا ادنى شك انه هزيمه الاخوان المسلمين او فشلهم في اداره البلاد او محاوله تامين مشروع الوطن لمشروع جماعه اضر بصوره الاسلام السياسي بلا ادنى شك، ودفع ضرائبه وهيدفع ضرائبه بعض هذه الضرائب تيار النور، وان كان هو مش جزء منه، مش جزء من حركه الاخوان المسلمين. لكن في المجمل لازم اقول لك ان حضور النور في الصوره او في المشهد، سواء في الدستور أو في تأييد المشير السيسي، أنا رأيي شيء كان جيدا وكان مفيدا جدا لمصر. بعض وسائل الإعلام بتهاجم المشير السيسي، هل يغضب المشير من هذا النقد؟ وهل يعني أننا ممكن نرى تخوين لمعارضي المشير في الحكم؟ لا مش فاهم السؤال. بعض أجهزة الإعلام بتهاجم المشير السيسي، السؤال هل يغضب المشير من النقد الذي أنا بقول لك بعض أجهزة الإعلام، وهل ممكن أن نرى تخوين لمعارضي المشير؟ بص، إن الإعلاميين أو بعض الإعلاميين، عشان ما بقاش يعني كل تعميم خاطئ حتى تعميمي هذا، بعض الإعلاميين هم اللي بيعملوا موضوع التخوين، وهم اللي ملكيين أكتر من الملك. هذا الرجل يتقبل النقد، وأنا بقولها لك كده زي ما قالوا الإخوان المسلمين زمان قولا واحدا، إنه بيقبل النقد ويرى إن النقد شيء مهم جدا، ويرى ان هو عارف طريقه وعارفه كويس قوي وعارف هو ماشي فيه، بس محتاج لمض في هذا الطريق تزيد إنارة طريقه عن طريق النقد. مؤمن بفكرة النقد ومؤمن بفكرة المعارضة كأحد روافض، يعني هو ما قعد مع الأحزاب مثلا قال لهم أرجوكوا اتجمعوا في أحزاب كبيرة كده وخلقوا حياة حزبية حقيقية. ليه؟ لأن لو أنت بتتكلم على في التفاف شعبي واسع حول المشيرة الآن، وهفترض ان الالتفاف ده سيبقى بنفس زخمه في الانتخابات المقبله، في الانتخابات الرئاسيه المقبله، وقعد المشير معانا 8 سنين. طب بعد ال 8 سنين هنلاقي الشخصيه اللي يلتف حواليها الشعب دي؟ مش هتلاقي. طب تفسيرك ايه او ردك؟ خليني اكمل الجمله دي بس عشان افسر لك انا قصدي ايه. مش هتلاقي، فهيبقى ايه البديل؟ البديل ان تبقى في احزاب قويه قادره على تداول السلطه، انها تطلع عمرو تقول والله ده قادر على قياده البلاد، وتقنع جماهير ويبقى لها جماهير على الارض، ويبقى فيه حيويه حزبيه، حيويه سياسيه تعبر عنها تعدديه حزبيه وسياسيه. ده الضمانه الوحيده لعدم عوده الاخوان المسلمين، لان الاخوان المسلمين لو انت ما عملتش حياه حزبيه قويه جدا في الثمان سنين، بعد ثمان سنين ينزلوا لك انتخابات عادي جدا ويهزموا كل التيار اليساري والليبرالي وكل التيارات. هناك من يتوقع عوده الحزب الوطني الديمقراطي. بص يا بيه، من يحيي العظام وهي رميم هو الله. بس يعني ده قولي. الحزب الوطني مات، واللي يقول لك احيا يحيي حزب صار عليه المصريين هذه الثوره العارمه في 25 يناير يبقى راجل بيتكلم في عبث سياسي. في خط فاصل حصل يوم 25 يناير بين كل ما قبله وكل ما بعده، ولن يستطيع الحزب الوطني خاصه بكوادره المسؤوله عن الافساد السياسي، كوادره الكبيره، ان هو يستعيد تاني مراكز نفوذه. وانا عايز اقول لك حقيقه على الارض، لا يوجد نفوذ للحزب الوطني كحزب وطني. هم الحزب الوطني باعتباره حزب السلطه كان بيشوف ان عمرو بيه
راجل ابن عيله كويسه وله نفوذ في بلدهم وعيلته كبيره ياخدوه. فياخدوه بس ما كانش هو ده نفوذ الحزب، ده كان نفوذ عيله عمرو وعمر نفسه. واخد بال حضرتك؟ وبالتالي لما تشيل اذن الاحزاب الحزب كان يعني يستقوي بالرئيس وليس العكس. نعم الحزب يستقوي بالرئيس بلا من هيئه التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي انتهاء بالحزب الوطني بلا أدنى. لم يكن حزب الرئيس، كان الرئيس هو الذي يقوي هذا الحزب. لا وكمان يعني انا عايز اقول لك انه احد جرائم الكبرى لحسني مبارك اللي هو لازم والله الاحكام اللي هو يعني الجرائم اللي بيحكم عليها انا رايي هي اقل الجرائم اللي ارتكبها. في جريمه كبرى حصلت في ان هو ضرب الحياه الحزبيه على مدار 30 سنه، يعني ضرب الاحزاب. تفتكر المشير السيسي ممكن يعفو عن الرئيس الاسبق حسني مبارك؟ لا اعتقد انه يعني في قناعتي انا مش قناعته هو، لكن لا اعتقد انه يعني. هطلع فاصل. اللجنه العليا للانتخابات اعلنت على لسان الامين العام المستشار عبد العزيز سلمان ان اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه سوف يكون الثلاثاء الساعه 7 مساء. فاصل اعلاني ونعود. اهلا حضراتكم مره ثانيه في حوارنا مع المخرج الكبير استاذ خالد يوسف. استاذ خالد خليني اسالك يعني عن بعض الامور في اجابات تلغرافيه. اولا شايف ازاي الانتقادات اللي وجهت للجنه العليا للانتخابات بان مد تصويت ليوم ثالث وما قيل عن الاقبال الضئيل للناخبين يومين الاثنين والثلاثة؟ انا يعني عندي انتقادات انا كمان على اللجنه انها استجابت للضغوط الهوس الاعلامي اللي حصل ان الناس ما نزلتش الناس ما نزلتش، وهم كانوا اكتر ناس عارفين ان الناس نزلت، يعني كان عليهم ان هم في نهايه اليوم الاول كانوا يطمئنوا المصريين ان في اللجنه العليا، وده ما كانش بتخرق اي قانون ولا اي لائحه ولا اي ضوابط انها تقول والله نزل النهارده 13 14 مليون فالناس تطمن، لان الاعلاميين صدروا للمصريين انه ما فيش 2 3 مليون في الصناديق. فده كان انا رايي انه كان لازم اول يوم لما لقوا الهوس الاعلامي ده كان يردوا كده مش يرضخوا بمد يوم ثالث. انا كنت داعي ان الانتخابات تتمد للساعه 12 بالليل اليوم الثاني وستحقق نفس النتيجه تقريبا او اقل قليلا، وعدم المد اليوم الثاني وعدم المد عشان حاله الارتباك اللي حصلت. هل بدأ المشير في تشكيل فريق الرئاسي؟ بالتأكيد. دورك أنت هيبقى إيه؟ ما عنديش معلومات. هل أنت هتكون مستشار لرئيس الجمهورية أم وزير ثقافة؟ أنا ليس لي أي دور في أي سلطة قادمة أو بعد قادمة، ولن أكون في خندق السلطة متى حييت على الإطلاق يعني. مع إيماني. اعتذرت يعني؟ لا أنا لم يعرض علي ولن أقبل لو عرض علي. وده مش خاص بالمشير السيسي، لا ده خاص بجمال عبد الناصر نفسه. لو جمال عبد الناصر اللي هو اللي انا راجل ناصري يعني لو اعيد للحياه كده وحكم مصر، ممكن تقول لنا تصور للهيئه الخاصه بال انا ما عنديش فكره بجد والله ما عندي فكره. يعني اكيد المشير دلوقتي بيعمل مشاورات لفريقه، يعني السيد عمرو موسى مثلا وضعه هيبقى ايه؟ مستشار لرئيس الجمهوريه، نائب رئيس جمهوريه، والله رئيس لمجلس النواب يعني. لو عندي معلومات هقول لك، بس انا فعلا ما عنديش معلومات يعني. ما عندكش فكره عن ايه اللي هيحصل؟ طيب ايه رايك في تخوف الشباب من عوده نظام مبارك مع تولي المشير؟ هواجس يعني هسميها لبعضهم مشروعه، لكن سيرد عليها باذن الله من الواقع العمل اللي موجود. ان هذا الرجل مؤمن بالحريات جدا، ولا يمكن هيستعيد اي ملمح من ملامح نظام مبارك سواء في فساده او استبداده. زائد انه ادراكه كمان ان هذا الشعب خلاص صار على فساد واستبداد نظام مبارك ونظام مرسي، وبالتالي لن يستعيد اي اليه من اليات لا الفساد ولا الاستبداد. استاذ الكاتب الكبير استاذ محمد حسن هيكل، وضعه كان ايه في المجلس الاستشاري للمشير السيسي؟ هل تواجد؟ هل كان موجود في مشهد الى اخره ام انسحب في المنتصف؟ لا هو لا في انسحاب ولا في تواجد، هو كان موجود في اول جلسه من جلساتنا، اول جلسه بحضور السيد المشير، وبعدها لم نراه مره اخرى، واعتقد ان كان عن يمكن ظروفه الشخصيه يعني. بعد كده اعتقد انه ممكن يكون كان عنده اتصال يعني مباشر مع المشير السيسي في امور برضه بيستشيروا فيها او يعني بينصحوا بيها، وده وارد يعني، لكن احنا لم نرى في اللجنه الاستشاريه الا مره واحده. تعتقد متى ينزل المشير السيسي الى الشارع ويلتحم بالجماهير؟
عندما ينتفي الإرهاب، يعني الناس اللي بتقارن ما بين إن هو وراء الشاشات وجمال عبد الناصر كان في وسط الجماهير، جمال عبد الناصر كان ما كانش فيه تنظيم دولي للإخوان بتصرف عليه دول وعنده معسكرات تدريب إرهابية بكل هذه الأسلحة الثقيلة، فكان بيمشي أمنا مطمئنا محميا بحب الشعب ومطمئنا لأنه استطاع فعلا أن هو يقضي على إرهاب الإخوان المسلمين. لكن حتى هذه اللحظة لم نستطع كدولة أن نقضي على إرهاب الإخوان المسلمين وأذنبهم وذيولهم من الجماعات الإرهابية، وبالتالي من المستحيل أن أنت تطلب الرجل يغامر دلوقتي بحياته في وسط جماهير ممكن. هل في هذا الإطار هل تجربة الرئيس عبد الناصر مع الإخوان تشابه تجربة المشير السيسي مع الإخوان؟ التاريخ لا يكرر نفسه، ده تجربة مختلفة تماما، الآليات مختلفة والزمن مختلف، يعني الزمن والمكان مختلفين والمتغيرات هائلة، فالتجربة مش واحدة خالص. خليني أروح معاك إلى الإبداع خالد يوسف المخرج. النهاردة في صراع ما بين المؤسسة الدينية وبين الرقابة وبين المبدعين حوالين الأفلام. عندنا فيلم حلاوة روح اتمنع، أولا أنت رأيك إيه في قرار رئيس الوزراء بمنع؟ أنا كنت ضده، وأنا قلت للسيد رئيس الوزراء في الاجتماع أنا ضد هذا القرار. طيب دلوقتي أنا عرفت إن في مبادرة أنت طرحها وإن في لقاء أنت يعني داعي لي للقاء المثقفين والفنانين مع فضيلة الإمام الأكبر. مبادرة مني شيخ الأزهر يوم الثلاثاء القادم، عايز أعرف محور هذا اللقاء. لا هو المثقفين والفنانين طلبوا مقابلة فضيلة الإمام، وفضيلة الإمام رحب بهذا اللقاء، وهيتم بإذن الله يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة 11 في مشيخة الأزهر لمناقشة الضوابط والمعايير اللي بتصدر بها الفتاوى أو الضوابط والمعايير اللي بنصنع بها الأفلام، وفكرة هل هناك صراع ما بين حرية التفكير وحرية الاعتقاد وحرية الإبداع والدين الإسلامي، ده كل ده هنناقشه مع فضيلة الإمام الأكبر. هل الهدف من هذا اللقاء هو فصل السلطة الدينية عن وجود أي رقابة على الأعمال الفنية؟ لا هي مفصولة للسلطة، ما عندناش سلطة دينية، الدستور حسم المسألة دي وإدى شؤون الدعوة يختص بها أزهرنا الشريف وما دهوش أي سلطة دينية، ما احناش في دولة دينية، احنا في دولة مدنية. لكن الأزهر بما له من مكانة في قلوبنا ووجداننا لابد ان احنا يعني نعمل معاه حوار، لانه اولا بنتعرف على ديننا منه عبر الالف سنه او اكتر، تعرف المسلمين في العالم كله على الاسلام الحنيف من الازهر الشريف، وبالتالي احنا لابد ان احنا نبادر ونذهب الى الازهر لوضع الخطوط الفاصله اللي تفصل ما بين الفتاوى وما بين حريه الابداع والتعبير. تفتكر هذا الاجتماع ممكن يتمخض عن قرارات مثلا لحريه الابداع؟ بكل تأكيد أنا متأكد أن هذا الرجل العظيم مؤمن بحرية الاعتقاد وحرية الإبداع وحرية الفكر وحرية الرأي وحرية التعبير، مؤمن بها إيمانا عميقا، وأعتقد أن مش هتبقى فيه مشاكل. يعني المخرج الكبير والصديق العزيز خالد يوسف شرفتني في بوضوح، أنا سعيد بهذا اللقاء جدا، بشكرك جدا عليه. ربنا يخليك، أشكرك يا عمر. بشكركم جدا لحلقتنا النهاردة في بوضوح، شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.